ثلاث عناوين جداد بيطرحوا نفسهم في قضية عائلة الجواسيس الشهيرة إبراهيم شاهين وإنشراح موسى وأولادهم الثلاثة. القضية الشهيرة ظبطت بعد حرب أكتوبر واللي تم تجسيدها في المسلسل التلفزيوني الشهير السقوط في بير 7 اللي قام ببطولته الفنان الراحل سعيد صالح والفنانة إسعاد يونس. هل جمعة الشوان بطل المخابرات هو البطل الحقيقي الذي أوقع شبكة الجاسوسية؟ هل كان العرب 48 كان ليهم دور في التضييق ومضايقة أفراد شبكة الجاسوسية بعد ما سابوا مصر وراحوا عاشوا في إسرائيل بأسماء جديدة وديانة يهودية؟ وليه فنان سعيد صالح رفض تجسيد دور جاسوس إبراهيم شاهين في المسلسل بعد ما اتفق على القيام ببطولة المسلسل؟ وليه تراجع تاني وقام بتمثيل الدور؟ أنا حسين عبد القادر محرر شؤون الجريمة، معاكم في حلقة جديدة من برنامج حكايات كولومبو. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامج حكايات كولومبو. قصه جاسوسه انشراح وجوزها ابراهيم شاهين قصه مشهوره جدا، هناك عشرات الفيديوهات التي تعالجت هذا الموضوع منتشر على كل وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ليه احنا النهارده جايين نتكلم عنها رغم كل اللي اتقدم قبل كده؟ في معلومات حصريه جديده بنقدمها في هذا الموضوع. كلنا عارفين لو نرجع من البدايه قضيه العائلة القذرة أو العائلة المسمومة، عائلة الجواسيس انشراح إبراهيم اللي عبر عنها مسلسل السقوط في بير 7 واللي كان يعتبر توثيق لهذه القضية، لأن المعلومات كانت بتقدم بدقة شديدة جدا في هذا المسلسل المعروف. القصة اللي هي المعروف تفصيلتها بنجاح جهاز المخابرات الإسرائيلي بتجنيد إبراهيم شاهين وزوجته اللي كانوا موجودين في مدينة العريش أثناء حرب الاستنزاف بعد نكسة 67، استغلوا حاجتهم الشديدة ونهم إبراهيم على أنه يكون فلوس وثروات بدون أن يهمه سمعته ولا انتمائه ولا أي حاجة خالص، كان أهم حاجة أن ياخد فلوس. ولذلك كان أول لقاء عربون قدمه اللي هو الإبلاغ عن مكان كان تحت البيت بتاعهم كان بيستخبى فيه عدد من الجنود المصريين النازحين أثناء نكسة 67، وكانوا هربانين من المطاردة القوات الإسرائيلية، كانوا مستخبين في المكان ده، وهو راح بلغ عنهم واخذ مكافأة فورية 100,000 دولار. وطبعا بانت كرامات زوجته انشراح الحرباء الحقيقية في هذه القضية اللي بدأت من اول لحظة من حياتها، كانت تبدي انها انسانة شيطان في صورة بني ادم، شجعته خلته يتمادى في التعاون وبقى مش هو بس العميل، لا ده هي كمان فرضت نفسها ان تكون عميل معاه لدى جهاز المخابرات الموساد. اتنقلوا بعد كده للقاهرة وأجروا مكان وبدأوا يعملوا نشاط تجاري بتمويل من المخابرات الإسرائيلية في تجارة الملابس وتجارة الأجهزة الكهربائية في منطقة السواح والمطارية، وتطوروا بعد كده لما راحوا عاشوا في مدينة نصر بحيث يكون في اختلاط أكتر بالناس اللي بيشتغلوا في مستويات وظيفية عليا وتتوفر عندهم معلومات أكتر، وده حقق لهم بالفعل كم كبير من المعلومات اللي كانوا بيمدوا بيه المخابرات الإسرائيلية. لما طور كمان نشاطهم بعد كده وتدربوا على الأجهزة والتصوير كانوا بينتقلوا ويسافروا في كل مكان يصوروا الكباري وكل المنشآت العسكرية ويبعتوها، إن نشاطهم كان مكثف جدا، كانوا بيبعتوا في خلال 3 شهور أكتر من 40 فيلم مصورينه ويبعتوه بجهاز الموساد عن طريق صناديق السرية اللي كانت موجودة في إيطاليا في الوقت ده. المعلومة كلها المتوفرة عن كيف سقطت شبكة الجاسوسية المتعارف عليه واللي بتتكلم عنه كل القصص، ان تم رصد موجات او اشارات لاسلكية بتصدر من احد الاجهزة اللي اصحح جهاز المخابرات كان عنده جهاز حديث جدا اسمه صائد الموجات، قدر يرصد هذه الموجات وبدأ يتتبعها لحد ما حدد مكان صدورها اللي هو شقة ابراهيم شاهين ومراته الجاسوسة انشراح. لكن في معلومات جت جديدة بدأت تظهر هي بتكمل موضوع رصد الإشارات، وهي أن البداية الحقيقية لضبط توصل للشبكة كان في تل أبيب نفسها. الحكاية بتقول بعضها ينسب إلى شقيق البطل المخابرات المصري جمعة الشوان، إن هو بعد تجنيده وأصبح مصدر ثقة كبيرة جدا في إسرائيل وكانوا يستقبلوه هناك في إسرائيل للتدريب والتعامل أكتر وتكثيف التعاون، كان قبل حرب أكتوبر بفترة بسيطة كان موجود في تل أبيب في إحدى الزيارات العمل اللي بيقوم بيها هناك، وأثناء تجوله في أحد شوارع تل أبيب برفقة ضابط الموساد اشتغل معاه شاف شخص ماشي في أحد الشوارع وكان بيرتدي قميص عجبته ألوان القميص وشكله، فطلب من ضابط المخابرات ان يقدر يساعده في انه يحصل على قميص بنفس الشكل والالوان وكده، وبالفعل قدروا يوصلوا للمحل اللي بيبيع القميص ده وجابوا القميص، وجمعة الشوان فرح بيه جدا وجاي لمصر.
بمرور الايام جمعة الشوان عاد الى القاهرة، ولكن القدر كان يخفي شيئا غريب، وهو ان القميص اللي اشتراه جمعة الشوان في فتلة ابيب واجب واشتراه، القميص ده كان وراه سر غريب. السر ده هو اللي سبب في التوصل الى شبكة الجاسوسية. ازاي ده حصل؟ اقول لك. لما جمعة الشوان نزل القاهرة وكان ماشي مرة في احد شوارع مدينة نصر، لفت نظره في عربية ماشية جنبيه، اللي لفت نظره ان القميص اللي لابسه قائد السيارة المجاور ليه هو نفس الشخص اللي قابله في تل ابيب، وكان لابس نفس القميص. هناك جمعة الشوان حس المخابراتي والامني بسرعة صرف، وكان يعمل ايه عشان حس ان الامر فيه حاجة مش طبيعية، فجه بسرعة مشي ورا عربية هذا الشخص وتعمد الاصطدام بيه بقوة، بحيث انه تسبب فيه اتلاف في العربية اللي يضطر بيها مشوارات مصالحة، كل واحد يروح لحاله او اعتذار وكل واحد يروح لحاله. جمعة الشوان اصر ان هم يروحوا للاسم يشوفوا ايه اللي حصل للعربية ويحققوا القانون. راحوا الاسم بالفعل، وهناك طبعا شيء طبيعي وكإجراءات بتتم ان كل واحد بيطلع البطاقة عشان بيتم تحرير المحضر والبيانات بتاعته تذكر، وده اللي كان بيهدف اليه جمعة الشوان وكان حريص عليه. لما حصل تحرير المحضر، لما الموضوع تصنع ومتصالح وخلاص والموضوع ما فيش حاجة ومشي كل واحد راح لحاله، جمعة الشوان بطريقته استطاع ان هو يحصل على بيانات هذا الشخص، وان الضباط اللي بيشغلوه في جهاز المخابرات سلمهم هذه البيانات، وبدأوا يتابعوا إبراهيم شاهين من خلال توصله لمسكنه، وبدأوا في نفس الوقت جهاز موجات التقاط الإشارات اللاسلكية فعلا كان في نفس التوقيت كان بيلقط هذه الإشارات، وحددت بالفعل إنها بتتطابق مع بيت إبراهيم شاهين. بدأوا يتوصلوا لمراسلات بتاعته وكله زي ما هو معروف، ونشاطه هو ونشاط زوجته وعلاقاتهم كلها وازاي بيستغلوها، وبدأوا يلتقطوا هذه الإشارات اللي كانوا بيبعتوها للموساد ويحللوها، يعرفوا ان في معلومات بالفعل بيحصلوا عليها وبيبعتوها طبعا لحد ما قبضوا عليهم. ودي كانت قصة الجزء الاول اللي هو قصة علاقة جمعة الشوان بتوصل الى شبكة الجاسوسية بتاعت ابراهيم. وان شاء الله العيلة كلها اتقبض عليها وحيلت المحاكمة اللي امرت بالحكم باعدام ابراهيم شاهين وزوجته انشراح، وحكموا على الابن الاكبر نبيل بالسجن 3 سنين، والولدين التانيين محمد وعادل دول حلوا من محكمة الاحداث عشان سنهم صغير. تم اعدام ابراهيم شاهين بينما سعت اسرائيل بقوه للحصول على عفو عن انشراح واطلاق سراحه، وده ما كانش ببلاش انما في صفقه غير معلنه. كان هناك مقايضه كبيره جدا بعدد مهم جدا من الاسرى بتوعنا اللي كانوا موجودين من 73، تم افراج عن انشراح. الرئيس انور السادات وافق على اجراء هذه الصفقه. اللي حصل بعد كده، انشراح كانت قعدت حوالي 17 شهر في السجن، خرجت وابنها نبيل كان موجود في السجن، قضى العقوبة بتاعته. ولادها اللي لما خرجوا كان لازم يحصلوا على بطاقات هوية ليهم، لكن زي ما قال الابن الأصغر اللي اسمه عادل بعد كده في مذكراته واللي سجلها بنفسه في فيديو، قال ان جهاز المخابرات المصري رفض ان يديهم بطاقات شخصية مصرية واعطاهم جوازات سفر لجوء سياسي. سافر اسرائيل وقعد مده كبيره، طلب فيها ان قابل الناس الضباط في الموساد، قدم نفسه ليهم لكن هم ما تقبلوش الامر بسهوله، قعدوه 45 يوم في امتحانات متواصله، لدرجه انه كانوا بيتهموه في الاول انك انت جاي ليه ومين اللي دقك علينا وكنت بتشتغل مع مين الضباط في مصر اللي بعتوك عشان تتجسس علينا. قعدوا فتره طويله جدا جدا يعرضوا الامتحانات مختلفه، وتعرض لمشاق كبيره هو اتكلم عنها بالتفصيل، وهو قال انه كان لازم يسافر اسرائيل بسبب المهانه والمذله اللي شافها بعد القبض عليهم. قال ان هم ما كانش ليهم اي قبول في اي مكان متواجدين فيه، خاصة حتى في السجن أو بره السجن، فكان لازم إن هو يسيب مصر ويروح إسرائيل اللي اتعلم فيها اللغة العبرية، ومكنوه إن هو يتعلم برضو شغل الضيافة وأعمال الفنادق. وبعد كده أخوه بفترة محمد راح هناك، الاثنين خدوا الجنسية الإسرائيلية، تخلوا عن الديانة الإسلامية وبقوا يهود تهودوا وسموا أنفسهم أسماء جديدة. عادل اللي هو كان صغير ده سمى نفسه رفائيل أو رافي، وأخوه الثاني سمى نفسه اسم تاني برضو يهودي، كلهم بيحملوا لقب ابن ديفيد. وبعدها بفترة الأم جت هي كمان وابنها الأكبر اللي كان خرج من السجن وراحوا إسرائيل وبدأوا يشتغلوا. رفائيل اللي هو الابن عادل لما اشتغل في كذا فندق، اشتغل في حيفا وإيلات، صعد أو في شغله بدأ يتقن عملية الفندقة، أصبح مدير عام في أحد الفنادق اللي موجودة في إيلات، وكان مسؤولا عن إدارة فندق ب 250 غرفة، كان فندق ضخم كده وأصبح ناجح جدا هناك. لكن الناس اللي كانوا بيشتغلوا هناك من عرب 48 بدأوا يعرفوا حقيقته إن هو ده ابن عائلة الجواسيس، فبدأوا يدهقوه وبدأوا يحاصروه دايما من مشاكل، لحد ما خنق خالص واضطر يسيب إيلات وبدأ يروح يشتغل في طابة برضه، لكن حس خلاص ان هو اتخانق ومبقاش قادر الشغل، اضطر يسافر الى لندن لما عاش بقيه حياته هناك، وانتهت هناك لما بعد ما مرض بمرض السرطان واتدفن هناك في لندن.
قصة الأم إيه بقى اللي حصل؟ لما هي تمكنت من مغادرة مصر راحت هناك، استقبلوها وبدأت حياة جديدة ليها هي أولادها هناك، في ظل رسالة الجهاز الموساد الإسرائيلي اللي هي دايما بيحاول يعرف بها الناس ويعرفها كل عملائه عشان يشجعهم على الاستمرار وانهم ما يخافوش ويشتروا معاه، انه ده ما بيوحي لهم ان هو في ظهرهم وانه لا يتخلى عنهم. فلما راحت اسرائيل اعطوها هي واولادها كل واحد مبلغ 25,000 دولار على اساس يبتدوا حياه جديده، وبالاضافه الى معاش شهري 1750 دولار لكل واحد من الافراد العيله. لكن هي ما اكتفتش بكده، ولان هي كانت الخيانه والغدر والدناوه في شخصيتها من بدايه حياتها، من ايه ما كانت لسه بنت صغيره قبل الجواز. حتى لما ابراهيم شاهين اللي هو جوزها جه في المنيا تعرفوا على بعض فرح طلبها للجواز، اهلها رفضوا، هي سابت البيت وهربت من المنيا وراحت للعريس واتجوزته هناك. دي كانت اول حاجه، اول مراحل الغدر. تانية مره لما هو كان بيشتغل في مكتب العمل في العريش واتعملت له قضيه الرشوه هناك، الرئيس بتاعه هو اللي كان مبلغ عنه وهو الشاهد الاثبات الوحيد والاول في هذه القضيه. فبعد ما اتحبس على سبيل الاحتياط فتره، هي استطاعت ان توصل لرئيسه في العمل اللي هو صاحب القضيه، واقامت معاه علاقه غير مشروعه اللي بيها دفعت الثمن بتاعها ان هو راح تراجع عن كل اقواله وغيرها. فكان لهذا التناقض في الاقوال بتاع مدير العمل انه افرج عن جوزها وخرجوا الحال حتى ما جت 67، وهي اللي شجعته على السير في علاقة أجنيد مع الموساد، وزي ما قلت إنها اشتغلت معاه. حتى هي برضو لما سافرت تمارس نشاطها مع ضباط الموساد في العاصمة الإيطالية أو في تل أبيب كانت بتقيم علاقات جنسية مع ضباط الموساد. لما سافرت انشراح أو دينا حيين، لما سافرت إسرائيل مش استكفت بيه اللي أخدته من معاش والخدته من مكافأة خدمة هناك، لأ ده اشتغلت ووصلت لمعلومات الشخصية والحصرية اللي عندنا إن هي راحت اشتغلت هناك برضو مع جهاز الأمن الإسرائيلي في برضو تجسس على أبناء بلدها. هي اشتغلت في أحد المطاعم، هذا المطعم اللي كان بتردد عليه شباب مصر كانوا بيسافروا للعمل هناك، فكانت بتشتغل فرازة. الفرازة لمن لا يعلم هي أول مراحل تجنيد الجواسيس في أي جهاز مخابرات، بتبقى شغلتها إنها بترصد الأشخاص اللي قدامها وتحلل شخصياتهم وتحاول تعرف من هو الشخص اللي لديه نقاط ضعف ويمكن السيطرة عليه وتجنيده عشان يشتغل جاسوس، فهي كانت بتقوم بالدور ده. لكن عرب 48 اللي هم بيشتغلوا في نفس المكان وفي نفس المنطقة عرفوها وعرفوا قصتها وعرفوا حقيقتها إن دي انشراح بتاعت قضية الجاسوسية في مصر، فبدأوا يحذروا الشباب المصري عنها وبدأوا يبعدوها وحجموا نشاطها جدا في هذه القصة، سببه في فشلها في هذا الأمر. استمرت طبعا شراح في شغلها هناك وحياتها في إسرائيل، عاشت حياتها بالطول والعرض. بعد ما قالت للفنان سمير صبري في برنامج بتاعه التلفزيون الشهير وأعرضت عن إنها كانت ندمانة وحزينة عشان خانت بلدها، رجعت قالت العكس ده تماما في إسرائيل وقالت إنها كانت سعيدة جدا وإن لو عاد بها العمر والوقت تاني لحتشتغل جاسوسة مرة تاني، لأن هي وطنها الحقيقي هو إسرائيل. جوزت أولادها هناك وبقى لها أحفاد وسيدة مجتمع لأنها معاها فلوس كتير. وصلت إلى سن 87 ومن سنتين تقريبا أصيبت بمرض الاكتئاب، أجهز عليها هذا المرض وتطورت حالتها وماتت، واقيم لها جنازه كبيره طبقا للطقوس اليهوديه، الحاخامات هم اللي دفنوها. مقالتها وكانت الانباء اياميها شفنا نهايه هذه الجاسوسه وهي بعيد عن الاسلام الحمد لله وبعيد عن ديننا وبعيد عن وطنها. ليه الفنان الراحل سعيد صالح رفض بعد ما وقع العقد، بعد ما اتفق على القيام بدور بطولته في هذا المسلسل حب يتراجع وقال انا مش هقدر امثل؟ الاجابه على السؤال ده كان في حوار بيني وبين الفنان سعيد صالح لما قال لي انه فرح في البدايه انه هيقوم بهذا الدور، ولكن لما طول الاوراق اللي هي فيها الدور بتاعه، الاوراق دي كانت عباره عن تفريغ للمحاكمات والتحقيقات حوالين الدور بتاع ابراهيم والعيله بتاعته، فشعر بانقباض شديد، بقى مشمئز واستحقر جدا جدا دور اللي قام بيه جاسوس الحقيقي ابراهيم شاهين. فهو زي ما هو قال لي انا خفت ان الجمهور بتاعي هيكرهني لان العمل كان حقير جدا جدا والشخصيه كانت حقيره، وانا نفسي حتى كنت مش مستوعب ان انا عاوز اقوم بيها الدور ده رغم شخصيه بمثلها، لكن في النهايه استحقرت قوي دور واحد يعمل كده ضد بلده. فبيقول انا مش عاوز امثل وحاولت اعتذر، لكن فوجئت بيقولوا ان احنا مش احنا بمزاجنا، انت تم الاختيار عليك والتحديد انت تحديدا، لان هذا الدور ليس مجرد عمل سينمائي او مسلسل تلفزيون بتقوم بيه، وانما هو عمل وطني بتقدمه للتوعيه و فتح دور واحد خائن قدام الأجيال الجديدة والأجيال بتاعتنا يشوفوها. بقول وشعرت ساعتها أن أنا صاحب رسالة ومش مجرد هقوم بدور وخلاص، ووافقت الحمد لله. زي ما هو قال لي سعيد صالح كانت مفاجأة ليا أن المسلسل نجح جدا جدا، ودور اللي قام بيه ده في بطولته في مسلسل السقوط في بيرسب نقلة جديدة جدا جدا في حياته الفنية بعد ذلك.
إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج حكايات كولومبو، وإن شاء الله مع بعض في حلقات قادمة بإذن الله.